مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فاجأ المؤثر ريفكا أمه بحفل عيد ميلادها بإحدى المطاعم الفاخرة وسط أجواء مليئة بالمقاطع العفوية، ويذكر أن أم ريفكا قد أطفأت شمعتها 55. قناة باستارز تتمنى لها عيد ميلاد سعيد وعمر مليء. مولات لانيفرسير ملكاش، ما يقولوا لك شوي سانيفرسير. مرسي مرسي بوكو، كم نحبكم. احكي لي على الطابلة، احكي لي على الطابلة، احكي لي فريمون. نحس روحك شو لارين. بيسي انتي لارين. أنا حبي سكسوك بوك. لا شاف يا مرأة مكر. ها لا ما نبي بنات بنش غيرات من كبيرة طاطا. علاش جيت ده وفهم جيت كانت وليجيت تادوك علاش جيت فهمي علاش جيت ها ورا كادو تاعك عندك كادو واحد ما عرضه واش تعيط له؟ طويل تعيط له طويل سلام لأحلى متابعين في العالم. شاركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.